حبايبي اولاد وبنات سنه اولى الشاطرين، ازيكم يا حبايبي؟ النهارده بقى جايين نتكلم عن اخر درس في الكتاب بتاعنا، اخر درس في دروس المحور الثاني. الدرس هو ايه؟ الدرس رقم 5، وهو محفوظات. جزء هنحفظه زي الجزء اللي حفظناه في اخر برضو المحور الاول. احنا حفظنا ايه في المره الاولانيه؟ حفظنا الصلاه الربانيه اللي بنقولها الصبح وبالليل وقبل الاكل بعد الاكل، وبنقولها في كل وقت. وبرده صلاه الشكر دي يا حبايبي دي من مقدمه الصلاه. احنا عندنا مقدمه الصلاه هي الصلاه الربانيه وصلاه الشكر وصلاه ارحمني يا الله. فاحنا خدنا الصلاه الربانيه، دلوقتي هناخد جزء من صلاه الشكر. الثلاثه دول بنقولهم في كل وقت، اول ما نصحى من النوم وقبل ما ننام على طول، وقبل الاكل وبعد الاكل على طول بنقول الصلاه الثلاث صلوات دول. تعالوا مع بعض بقى بعد ما خدنا الصلاه الربانيه وحفظناها يا شاطرين ناخد صلاه الشكر. صلاة الشكر هنلاقيها فين؟ هنلاقي جزء صغير منها في الترم ده، والباقي هنلاقيه هنحفظه كله في الترم التاني. طيب الجزء الصغير اللي هناخده المرة دي هنلاقيه في كتاب المدرسة صفحة 66 وصفحة 67. نحفظ مع بعض الجزء بقى بتاعنا. جزء بيقول الأولاني في صلاة الشكر بيقول ايه؟ فلنشكر صانع الخيرات. مين صانع الخيرات؟ الرحوم الله اللي هو ربنا. ربنا احنا بنشكره في كل وقت وعلى كل وقت. فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نقولها تاني الحته دي، فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. نشكره ليه؟ لانه سترنا واعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. يعني بنشكر ربنا لأنه حفظنا في اليوم بتاعنا وسترنا خلانا مستورين وقبلنا إليه وأشفق وكان شفوق علينا جدا 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 وساعدنا عضدنا يعني ساعدنا وجه بينا لحد الوقت اللي احنا بنتكلم فيه واقفين بنصلي جه بينا لحد الوقت ده. يبقى بنقول ايه؟ فلنشكر صانع الخيرات الرحوم الله ابا ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح. ليه؟ لانه سترنا واعاننا وحفظنا وقبلنا اليه واشفق علينا وعضدنا واتى بنا الى هذه الساعه. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض ونشوف احنا بنشكر ربنا امتى. تعالوا بنقول اذكر الاوقات اللي بنشكر فيها الله صانع الخيرات. ايه هي الاوقات اللي بنشكر فيها ربنا؟ تعالوا كده نشوف. وقت النوم لما نيجي ننام نشكر ربنا، وقت المذاكره لما نيجي نذاكر، تاني واحده لما نيجي نذاكر نشكر ربنا، وقت الالم يعني حتى وانا تعبان برضو بشكر ربنا بقول له فلنشكر صانع الخيرات. بشكر ربنا وقت النوم، وقت الاكل، وقت المذاكره، وقت التعب. حتى كمان وانا بلعب منساش اشكر ربنا، اشكر ربنا وقت اللعب، وقت الصلاه واقف بشكر ربنا، ووقت الاكل. يبقى اتفقنا وحلينا مع بعض كده هو على الدرس دوت شاطرين. ويبقى احنا كده خلصنا كل دروس منهج الدين بتاعنا في الترم الاولاني. كل سنه وانتم طيبين يا حلوين، واشوفكم في الترم الثاني ان شاء الله.